رئيس الوزراء في أول اجتماع للحكومة بعد التعديل، عودة وزارة قطاع الأعمال هدف الهيكلة وإدارة أصول الدولة الغير مستغلة. ووزير الدفاع في مؤتمر الساحل والصحراء محذرا الفضاء الإلكتروني عنصر خطير في تنظيم الجريمة العابرة للحدود. والإسكان تطرح 21,000 قطعة أرض إسكان اجتماعي. والصحة تخصص 16 وحدة للكشف المبكر عن الدرن في المناطق الشعبية. والتموين إضافة 7 مليون مولود جديد للبطاقات التموينية.